إلهي، أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي، إنك تحبني كثيراً، فأنت معي وقت فرحي، حزني، قوتي، ضعفي وألمي. لا أتعجب من تدبيرك لحياتي، فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي. لذلك أسلم حياتي بين يديك، تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية، لأن تدبيرك فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. ممكن أن الإنسان بتقابله مشاكل عادية من حين إلى آخر، والإنسان بيبقى عايز حل، ولو حد أرشدك إلى حل اهتم بيه، بالإرشاد ده هو ممكن يفيدك. تعالوا نشوف القصة بتاعتنا دي. حصلت في مصر الجديدة، خادمة في كنيسة ماري مرقص في مصر الجديدة، اتمتعت انها كانت بتعترف عندي، والإنسانة دي بتحب ربنا ومرتبطة بيه، هي متزوجة وعندها أولاد وفي علاقة حلوة بينها وبين ربنا. الإنسانة دي كانت في وقت كان الحصول على تاكسي مش سهل، قبل ما تطلع قصة أوبر والحاجات دي، أنا قبل كده بشوية. فكانت بتتكلم مع واحدة صاحبتها، تقول لها أنا بقى في مدة طويلة وببقى مش عارف أجيب تاكسي. قالت لها لا، اتشفعي بالقديسين، والقديسين هقول لك على اثنين، دول بقى يعني يجيبوا لك اللي انت عايزاه. طب ومال مين؟ هتلاقي الانبا موسى وانبا موسى الاسود وماري جرجس، دول يعني سريعين في النتها، لما تطلبي هيكونوا معاكي. اطلع خلاص ومال، نصيحه روحيه لطيفه كويسه يا. وفعلا بدات تطبق الحكاية دي، ولما تنزل عايزة تركب تاكسي، هي ساكنة في مدينة نصر ولكن بتخدم في كنيسة ماري مرقص في مصر الجديدة. فلما تكون رايحة جاية في أي مشوار، فكانت تقول يا أنبا موسى يا ماري جرجس، فيبعتوا لها تاكسي، وحست أن فعلا نصيحة حلوة، وأنه فعلا زودت علاقتها بالقديسين دول. وبعدين في يوم كانت في مصر الجديدة وعايزة تروح بيتها، فطلعت تدور على تاكسي وقالت يا أنبا موسى يا ماري جرجس، أنا عايز أوصل بقى بيتي بسرعة. وبعدين لقى التاكسي جاي، راح بشوراله، راح واقف. قالت الحمد لله، أشكرك أشكرك يا رب، أشكرك يا أنبا موسى يا ماري جرجس، وركبت وقعدت ورا. وبعدين قالت له أنا عايز أروح مدينة نصر. قال لها حاضر. قالت له المكان بالظبط فين؟ قال لها حاضر. وبعدين بدأ يتحرك، وبعدين فوجئت بحاجة غريبة شوية. عارفين إيه؟ لقت السواق بيديها صورة. قال لها خدي الصورة، مش أنت طلبتيه؟ بصت لقت صورة إيه؟ أنبا موسى. الله، هو فهم منين؟ في مخها بتقول كده. قلت له اه صوره حلوه قوي وانا طلبته فعلا. قال لها خلاص ما دام طلبتيه خلاص اهو، يعني جالك اهو بيقول لك انا معاك. قلت له متشكره قوي. وبعدين بتبص على التابلو بتاع العربيه قدامها، فلقت فيه صوره محطوطه، فبصت كده من ورا كده بتبص بجنب، قال لي دي صورة ماري جرجس. صحيح؟ طب دي كويس قوي، يبقى أنبا موسى وماري جرجس كمان. فقالت للسواق حلوة الصورة اللي على الطابلو دي بتاعت ماري جرجس. قال لها لا، ده
صورة الأمير تدرس. قلت له لا أنا شايفها مريجرجس. قال لا 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 دي صورة الأمير تدرس أنا مريجرجس. قلت له قصدك حضرتك الأستاذ جرجس؟ قال لها لا أنا مريجرجس. الست بلمت إيه ده؟ مش عارفة تتكلم. وبدأت تبص عليه بقى في المراية، لقت إنه فعلا شعره أسود وشنبه أسود، ولقت إيده على الدركسيون فيها جروح. قالت الله يكونش مريجرجس بحقيقي، وأنا معقولة أركب مع مريجرجس؟ أنا استحق أبقى مع مريجرجس؟ بلمت ساكتة مش عارفة تقول إيه وهو عمال يسوق. وتقول الدرجة دي القديسين حلوين ينزلوا لنا كده واحنا غلابه؟ يا ده كل حكايه انا اتشفعت بمريجرجس وانبا موسى بقالي الفتره اللي فاتت دي. يا رب انت حنين للدرجه دي، تبعت لي مريجرجس بنفسه يباركني. وبعدين قعدت ساكته مش قادره، كل ده في مخها عماله تبص على الصوره عليه ومش عارفه تقول حاجه. بعدين لقت السواق قال لها ايه؟ ربنا بيحب اللي بيحبوا القديسين، ان دول ولاده، بيتبسط قوي بصداقه القديسين. سكتت مش عارفه ترد خالص، لكن كل مخها ازاي انا مع مريجرجس؟ معقوله انا بحلم؟ طب ازاي يعني؟ ما هو مش معقوله كل ده انا ما استحقهوش، ده انا خادمه غلبانه، ازاي ده يحصل معايا؟ وقعد سايق السواق اللي قال لها انا مريجرجس لغايه فعلا ما وصل عند بيتها. فانا قالت الله، طب انا حد المريجرجس الاجره؟ لا اديله ازاي؟ لا ما لازم اديله. قال لا هل هذا ماليش دعوه، انا حد الاجره وخلاص. وفعلا طلعت الفلوس وادتها للسواق، وهي بتبص له قوي قال لها متشكر ومشيت العربيه. طلعت بيتها وهي مذهولة وبتحكي بقى لجوزها وعيالها ولاخواتها، قالوا لها مريجرجس يا بختك، معقول؟ وقعدت تحكي لهم بالتفصيل كل اللي حصل. وكلمتني انا اب اعترافها وقالت لي حصل كذا كذا، قلت لها يا بختك يا بختك ان انت اتمتعت بمريجرجس. قالت له انا؟ قالت لي انا استحق كده؟ قلت لها يا بختك، ما دام الواحد بيحب القديسين وبيكون بيطلبهم خلاص ربنا فعلا بعت لك مريجرجس عشان يباركك ويسلم عليك. إن صلوات البشر بعضهم لأجل بعض دليل على المحبة المتبادلة بين البشر، ودليل على إيمان البشر الأحياء بأن الذين انتقلوا ما يزالون أحياء يقبل الله صلواتهم، دليل على إكرام الله لقديسيه. من أجل هذا سمح الله بهذه الشفاعات لفائدة البشر، وهذه الشفاعة أقامت جسراً ممتداً بين سكان السماء وسكان الأرض. قداسة البابا شنودة الثالث. شفتوا محبة ربنا بقى؟ يبعت القديسين بنفسهم عشان يؤكد لينا أهمية إن احنا نصاحب على القديسين. أنا عايز تهتموا بقراية سير القديسين، اقروا سير القديسين، اتمتعوا، ده حياتهم جميلة وحلوة وهتشوفوا فيها فضائل جميلة احنا محتاجين نتعلمها منهم. بكده احنا بنرتفع للسماء، تفكيرنا يرتفع للسماء، بنعيش في الفضائل الحلوة دي، وشفاعتهم بتساندنا، وربنا فرحان 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 ان احنا متصاحبين على اولاده الكبار اللي هم في السماء، واحنا الصغيرين على الارض. الكنيسه المجاهده على الارض والكنيسه المنتصره في السماء، الصداقه دي بتفرح ربنا قوي. التدريب بتاعنا الاسبوع ده نحن هنقرا سير القديسين عشان تزداد علاقتنا بيهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.